اتفقت القوى السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 من أبريل المقبل. وقال المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية خالد عمر يوسف إنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد تضم 9 من أعضاء الجماعات المدنية وواحد من الجيش والآخر من قوة الدعم السريع شبه العسكرية القوية. وستوقع الأطراف السودانية على الإطار الاتفاقي أو الانتقالي للاتفاق أوائل شهر أبريل، وأيضا على الإعلان الدستوري في 6 من الشهر نفسه. للمزيد معنا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. خالد، إذن ماذا في التفاصيل وفي الجدول الزمني المنتظر لهذه الاتفاقيات والتفاهمات؟ وهل يمكن أن نقول أنه تحسم الأمور، تجعل من السودان اللي كان فيه نوع من حالة القلق في الفترة الأخيرة وانعكاساتها ربما على الخلافات في داخل المؤسسة العسكرية على التسوية السياسية، هل هذا يعني أن الخرطوم خرجت من عنق الزجاجة؟ نعم، ربما الخرطوم على وشك الخروج من عنق الزجاجة، لكن هناك محاذير بطبيعة الحال. اللجنة المؤلفة من 11 عضوا، 9 من المدنيين وممثل عن الجيش وآخر من الدعم السريع، تبدأ من اليوم عملها في صياغة الاتفاق النهائي الذي ينتظر أن يوقع في الأول من أبريل، بعد أن تفرق هذه اللجنة في 27 من هذا الشهر من صياغة المسودة اللازمة لهذا الاتفاق، على أن يعقب ذلك في 6 من أبريل توقيع مسودة للدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة في 11 من أبريل المقبل. لكن يعني هناك بطبيعة الحال أطراف ترفض كل هذه العملية السياسية، ومن ضمنها بعض لجان المقاومة، فيما تمانع أطراف المسار الحالي للعملية السياسية وعلى رأسها الكتلة الديمقراطية التي يتزعمها جبريل إبراهيم وزير المالية ومني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور. هذه الكتلة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد نحو ساعة من الآن، ربما تكشف أكثر عن موقفها من هذه التطورات، سواء بإبداء بعض الليونة تجاه هذه التطورات أو ربما بممانعة أكبر. الشارع السوداني في المقابل يعني يسوده بعض الارتياح المشوب بالحذر، على أساس أن العملية السياسية إذا ما أدت لتشكيل حكومة مدنية فإن هذا ربما يوفر دعما غربيا ماليا على وجه الخصوص، والأزمة الاقتصادية طبعا تمسك بخناق غالب الشعب السوداني. الحذر ناجم أيضا عن أن ربما بعض الأطراف ربما تحاول عرقلة كل هذه المساعي لإنهاء الأزمة الحالية وتشكيل حكومة مدنية بوسائل شتى كما يقول محللون هنا في الخرطوم. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. إذن مراسلنا من الخرطوم خالد عويس.